السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو أن هناك مسجدا كهذا نافذته تطل على المقبرة رأسا، ليس هناك حاجز بين المسجد والمقبرة إلا هذا الجدار فقط، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ المهم أن لا تكون قبلته إلى المقبرة، أما إذا كان كما وصفت الآن فلا بأس في ذلك. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.